ضمن برنامجها الإنساني تقوم شركة نفط البصرة قسم العلاقات العامة بتوزيع المساعدات الإنسانية على شكل منح مالية لشرائح المرضى والمعوزين الفقراء الأيتام، وهذه الخطة شهريا نقوم بتوزيعها. اليوم أكثر من 50 مليون دينار عراقي تم توزيعها على هذه الشريحة. طبعا متفاوتة المنح اللي نعطيها ما بين مبالغ تصل إلى أحيانا 2 مليون وأحيانا 5 وأحيانا أكثر وأحيانا تصل إلى 250 أو 100 ألف بناء على الحالة والطلب اللي يتقدم لنا بعد دراسة من قبل لجنة مختصة داخل قسم العلاقات العامة شؤون المواطنين. نقدر المبالغ اللي تدفع لهذه الطلبات ويتم توزيعها بشكل علني كما رأيتم اليوم. وأنا والله من ناحيتي يعني أشكرهم جزيل الشكر، وأنا مريضة يعني مرض مية قلب. نشكر شركة نفط البصرة على تعاونهم ويا أمراض السرطان، ونشكرهم جزيل الشكر بتقديم المساعدات المالية لأمراض السرطان. أنا صاحبة أيتام، أي فنشكر شركة النفط الجنوبية على هذه المبادرة وإساعدة الأيتام والمساكين والمرضى. والله أنا عندي ابني عنده عجز كلوي والناس ساعدته، وهاي مبادرة جيدة من شركة نفط البصرة إنه تساعد هيجي شرائح هيجي ناس تعبانين. أصابة بمرض الكانسر ومساعدة من شركة النفط ساعدوني، والله يجازيهم إن شاء الله كل خير وما قصروا ويانا.